بعد افتتاح مفيش اروع من كده. العالم كله بيتكلم على الافتتاح اللي مصر نظمته في بطولة افريقيا الاعظم في تاريخها. افتتاح كان يوازي بطولات عالم وكاس عالم واولمبيكس وبلاوي. تنظيم في الاستاد كل حاجة تمام الى لحظة الماتش. شوف كله كان مية مية ما عدا الماتش. وعشان كده جينا نتكلم على مباراة مصر وزيمبابوي الاولى، ونتكلم كده ونشوف ايه اللي ناقص المنتخب المصري وايه اللي كسبناه من الماتش ده، ونتكلم كمان على ماتش مصر والكونغو سريعا كده، وندي اهم التفاصيل اللي عايزين نقولها. فما تزهقش ابدا عن الكلام في افريقيا وعلى منتخب مصر قبل او بعد، لان الشهر ده كله هنبقى هنا. اعمل لايك وسبسكرايب وافتح التنبات وانت قلبك ميت، ويلا نخش نشوف مصر واللي عملته واللي هتعمله. طيب قبل برضو ما اتكلم على منتخب مصر زي ما ابتديت الانترو كده، لازم اشكر تاني في التنظيم. لا انا نفسي والله انتوا عارفين قد ايه انا قاسي وبتكلم على طول، وكان نفسي اشوف الحاجات الاجنبي دي في مصر. انا مبسوط يا جماعه، مبسوط وعايز اتكلم بده النهارده. وانت واقف في طوابير داخل بالفان اي دي، بتخش على جهاز داخل، شكل الموضوع نظيف، فازات في الشارع من قبل الاستاد، فيك شاك بره، يشكر جدا جدا. قبل ما نخش نتكلم في الكوره، يشكر جدا محمد فضل والمنظومة كلها والدولة اللي خلتنا نرفع راسنا ونشير الصور للافتتاح العظيمة دي. وديس از ايجيبت والانبهار حاجة تبهر حتى الفرق وتخوفهم ان المنتخب اللي وراه البلد اللي عاملة كل ده اكيد هيبقى عايز يكسب البطولة. ومن هنا بقى نلاقي كل البهرجة اللي حصلت دي والهيلمان الكبير ده، ادى الى ضغط كبير جدا على المنتخب المصري، وقد يكون السبب الاول في اللي حصل ده. لو شفت الفلوج بتاع الحلقة اللي فاتت لما رحنا، لما كنا بنسأل اي حد من اي حد سألناه بره، مفيش حد توقع 1-0، عارف اللي هو ايه، بالميت 2-0، اللي هو ايه ده المتشائم. 2-0، 3-0، 6-0، كم 2-0، 3-0، مصر هتكسب 3-0 او 5-0، 3-1، 2-1 ان شاء الله. جم بقى في ربع ساعة الاولاني ده بتاع الاستاد، في التاني، في التالت، في الشوط يعني هيصة بقى، يعني كل الشغل ده على جون. لكن الحقيقة ان جمهور المصري او 75,000 اللي في الاستاد كان اغلبيتهم عامل كده هو في الشوط الثاني، وفي الشوط الاول كان الواحد يعني في سن تروح كده، الشوط الثاني كله سوس. وده نتكلم عليه في اخر الحلقة، بس خلينا في الكور. طيب اجيري الراجل ابتدى ازاي؟ ابتدى بالتشكيلة اللي احنا متوقعينها. قلنا كان في خلاف على كذا مكان صغير كده، اللي هو مين هيلعب جنب حجازي، كان محمود علاء. والنهاردة الراجل طلع بمانة في دماتش، بسم الله ما شاء الله، واحد من افضل لعيبة منتخب مصر. الخلاف كان هيلعب مين ناحية الشمال، ايمن اشرف برضو كان متوقع جدا ان هو يبتدي، والراجل ادى الحقيقة، وهو اللي عمل وصنع الهدف لتريزيجيه، وكان بيأدي اداء كويس هجوميا ودفاعيا، فده تمام. ما كانش الابرز، ما كانش احسن احواله، لكن عدى تمام، وكان في تفاهم كمان كبير بينه وبين حجازي، كان بيستناه يشوف يلعب له على طول. لكن الجنب الثاني اللي هو كان فيه المحمدي، وهو ده اللي حصل من عنده المشاكل. المحمدي راجل سنه كبير، والاداء اللي بيلعب بيه اجيري بيخليه ينطلق كتير. محمدي مش قادر يرجع. كل الكور الخطره اللي عدت على زيمبابوي كانت من ناحيه الشمال بتاعتهم اللي هي اليمين بتاعتهم. لازم يديله بقى اساليب نقط اجيري، يقول له الماتش الجاي هو مش هيتغير، لا هو محمدي ثابت وهيلعب كل الماتش، لكن لازم ياخد اداءات شويه ان هو يتحفظ، ما يبقاش الموضوع سايب كده. حجازي النهارده شفنا الجرينتا بتاعته، ولما مناخيره حصل فيها كسر، الراجل انا شايفه من عندي حتى تحت نزل وبيتخانق مع جيري، بيقول له لا عايز العب، واجيري يقول له اطلع مش مشكله خلاص ماتش احسن ما عشان نلحق الماتشات الجايه، قال له لا، وربط مناخيره ونزل كمل. وحجازي بيعلي اي حد، هو اللي علق محمود علاء جنبه جدا. فالحمد لله، الحمد لله ان احنا سمعنا تقارير الايام دي ان حجازي هيلحق الماتش الجاي، وان الاصابه مش مؤثره تماما، زي بره هيربطوا له بس بتاع فرناندو توريز واللعيبه دي وينزل يلعب. كانت هتبقى مشكله لو حجازي خرج، هنفقد كتير قوي من دفاعنا ورا. الحارس برده كان عليه نقطه خلاف كبيره، انيو شناوي فيهم واستبعدنا جنش، وده كان حقيقي، ولعب الحارس اللي لعب في كاس العالم هو محمد الشناوي،
وده كان المتوقع والاقرب. شناوي عمل ايه؟ شناوي كان مهزوز في الاول طبيعي، يعني عمره ما شاف جمهور بهذا الشكل او لعب باستمراريه، يعني الجيل معظمه ما شافوش ملعب استاد القاهره، ممكن يقولوش لعبوا عليه. هزتين ثلاثة في الاول الماتش، لكن على مدار الماتش كله الشناوي ثابت. الشناوي لما جت كوره عليه خطره قدر يشيلها انفراده كانت ممكن تلبس المنتخب المصري في زنقه ويرجعوا بقى يدافعوا ورا، وعايزين نقطه هم نقطه تكفي. فلا برافو، لما اختبر الشناوي كان هايل، ونتمنى ان هو يفضل بالمستوى ده على بقيه البطوله. نص الملعب عندنا طارق حامد، لا خلاف عليه هو اهم لاعب في منتخب مصر مع محمود علاء. عصب والراجل بيضغط يعني لا يا جماعه الراجل ده لا غنى عنه، يتحط يا جماعه وبعد كده نبني التشكيله. الراجل عصب في نص الملعب اصيل، هيفرق معانا جدا لو كسبنا البطوله دي. وافتكروا كلامي، محتاج بس يتحجم سنه مع الانذارات عشان لو راح عشان اهميته، لو راح بالانذارات او بضرب هتبقى مشكله. لكن لو بنتكلم بقى عن النني وعبد الله السعيد ونكمل بقى ثلاثي نص الملعب، هنلاقي ان عبد الله والنني ادائهم قريب جدا من بعض. الاثنين ما تفهمش بيعملوا ايه، حضرتك بتعمل ايه، انت ايه مركزك وحضرتك ايه مركزك. طارق حامد باين ان عبد الله والنني فين، طب فين الهجوم، فين الدفاعات؟ يمكن يكون النني افضل شويه عشان ما نظلموش من عبد الله. عبد الله يا جماعه سنه كبير واتكلمنا على ده، مش قادر، كورته بطيئه عبال ما بيستلم ويبص. عنده كره خطره ممكن يوديه صلاح بكوره ممكن يودي، وهي دي اللي هم شغالين عليها، واتمنى يبقى يجي مع الماتشات شويه. لكن فكر في موضوع انك تديله بس ربع ساعه، شوف عبد الله في ربع ساعه ده ساعه عامل لك ايه. ما يقدرش يا حبيبي يلعب 90 دقيقه، ما هي فوق قدراته. شفنا دونجا لما نزل فايق جدا، ممكن نشوف دونجا وطارق حامد وقدامهم النني، على الاقل النني يشوط شويه يتحرر شويه. النني سريع على فكره، وممكن يرجع معاهم ويروح تغيير من الشكل شويه ممكن يلطف الدنيا. محمد صلاح الراجل كان شغال الشوط الاول تمام، يعني ما تقدرش تقول عليه مكان مختفي، لا كان بيحاول، والراجل اللي بيلعب عليه اصلا اهبل، يعني شفته كذا مره بيروح منه ويزفلطه، والكره اصلا على صدره تتزحلق لصلاح، وصلاح ياخده كده في كده وحاول يأنن في كام كره وشاطه وبتاع. فكان معقول يعني، كنا مستنيين صلاح بقى ينزل اخطر الشوط الثاني. قتلوا اجيري لما حط مهاجم وطلع مروان محسن والتغيير الغريب اللي هنتكلم عليه، بس صلاح نفسه لما لقى نفسه مهاجم كل خطورته راحت، هو بينطلق الراجل مع السرعات مش هيعرف يسند لك مع الافارقه دول. وطلع صلاح برده شفناه طلع بيتكلم مع اجيري، مش عارف اللقطه دي جت على التلفزيون ولا لا، بس بيتكلم بيقول له مش عارف يعني، قال له انزل استلم من تحت، وابتدينا نشوف صلاح بيستلم لتحت خالص عقبال ما يروح ويودي. لا ما كانش فيه حاجه خالص الشوط الثاني. تريزيجيه تقدر تقول ان هو من افضل اللعيبه اللي لعبت، برغم ان ما كانش مباراه جيده لتريزيجيه، يعني تريزيجيه عنده اكتر بكتير. يمكن الميزه الوحيده ان الار 2 ظبطت، قال لك هبص المره دي، بص اهو الراجل بص وقام حاططها، اخيرا ظبطت مع تريزيجيه الار 2 ده، وهو شغال في الدوري التركي هاي. فان شاء الله تبقى فاتحه خير، بنشوف الديلي ميل بتتكلم عليه، بنشوف اخبار عالميه بتتكلم على اللعيبه البوتنشال في البطوله اللي هم عليهم النظرات، وانت مش عارف اللي هم مش نجوم قوي او ممكن ما تكونش انت كمصري متابعهم. تريزيجيه واحد منهم في البطوله على طول. النهارده الراجل بيخلص لك كوره ميته جون ثلاث نقط، ما جبتش غيره، فالراجل طبعا يشكر جدا، عشان كده بقول هو مهم المنتخب مصر، لكن لسه عند تريزيجيه اكتر واكتر بكتير. مروان محسن كان ماشي تمام، يعني كان مؤدي بدور مروان محسن الطبيعي، طبعا ما شفناهوش بيسجل وده الدور الاهم، لكن دوره كسنيد كان شغال كويس وبيسند لصلاح، كان مريح صلاح وتريزيجيه اكتر بكتير. خروجه الغير متوقع او يعني عشان هي جت بايه، ان هو اصلا وليد سليمان اللي نازل، فكله توقع في الملعب انه عبد الله السعيد. نفاجئ ان مروان هو اللي خارج ويحصل قتل صلاح، وتخسر انت تبديل انك ما نزلتش احمد علي. احمد علي يا باشا هو المهاجم اللي يلعب لك في وسط الافارقه دول، لازم يكون عندك واحد بيخبط كده. اتمنى نفهم بقى من غلطنا ان احنا ما نعملش في تكرار المشكله دي تاني. منتخب مصر في انحدار من بعد التغيير ده، انا اسف مع احترامي لزيمبابوي، فريق يتغلب 3-4 مرتاح قوي. النهارده جات له كورتين لصلاح، لو كان خلصهم بقوا 3 من غير ما وانت بتلعب وحش، فلا الوضع ما هوش مطمئن. طبعا الكره البالونه اللي بتتلعب دي، ليه البلالين الكتير دي كله عالي كده؟ طب يعني مش هنلعب على الارض؟ شفنا لمستين ثلاثه من عبد الله وصلاح بس ما كملوش، يعني كان في الاول كده جزء من التمرينات كان بيتنفذ وبعد كده خلص. شفنا طبعا تغيير ورده، ونيجي من عند ورده ونتكلم على الموضوع اللي قالب الدنيا. انا ما كنتش ناوي بصراحه اتكلم او ارغي في الحوار ده، لكن بما ان الشعب كله خلاص بيتكلم فاحنا لازم نقول وجهه نظر البرنامج في الموضوع. طيب قال لك ايه اللي حصل لو انت ما تعرفش، قال لك في موديل اسمها ميريهان، فالموديل ميريهان دي كانت منزله صور وبتاع، لقت فجاه ان لعيبه منتخب مصر
مصر عملوا هجوم على الاكونت بتاعها. تسالني هجوم ازاي؟ هقول لك. عمرو ورده دخل بعت لها انت بتلعبي بوكس ومش عارف ايه وها ها ها ومئ وتعالي اليونان وما تجيش اليونان وانا ما فيش حد يقول لي لا، او يعني ما نعرفش برده ايه الحقيقه، بس دي الصور اللي موجوده في كل حته. والونش قام ممسي عليها كده بحاجه بسيطه، عمل لها الثامب ده وعمل لها قلب بسيط محترم، يعني بيدي اعجابه باحترام. وعندك عم كوكا وعم ايمن اشرف دخلوا شافوا الستوري، بس الظاهر يعني كانوا قاعدين في اوضه واحده هم الاربعه وبيترهنوا، قال لك ده رهان بقى، والبت يعني هرشت وبيتخانقوا لا مؤاخذه يعني مين هيعرف يشقط البت، فقامت مسوحاهم كلهم. البت عايز تتشهر طبعا، بت انا مش يعني عارف المشكله فين، ان لما شفت البت عارف لو الموضوع مستاهل مثلا يعني واحده حلوه، لكن انا اسف والله بس يعني الموضوع ما فيهوش اي رها، يعني كل ده على ايه يا اخوانا؟ فين الاحتراف؟ ويعني في الاخر دي اللي عاملين عليه القلق ده كله. خلاصه للموضوع، هي واحده عايزه تتشهر واستغلت ان في ناس مش مركزه، في ناس مش على قد المسؤوليه. وبنتكلم صراحه يا جماعه، كلنا شباب قشطه لما بنشوف واحده واحنا قاعدين مع بعض كده شباب، افتح بص عليها بتاع، لكن احنا شباب وبنبقى قاعدين في بيت بنهرج بنضحك، لكن انت لاعب في مسؤوليه دلوقتي يا معلم. وسيبك من اللعيبه كلهم، عمرو ورده بالذات دي مش اول مره يطلع الكلام ده، حصلت مشاكل بره كده وهو محترف وبتحصل على طول على السوشيال ميديا بيظهر كلام. ليه سهران حضرتك الاربعه الصبح بنهرج وبنبعت مسجات؟ ده قمه عدم الاحترافيه، وهو ده اللي يفرق لعيب زي محمد صلاح لما بيحترف بره ماشي على السطر ما بيفوتوش بقى واصل فين. وفي ناس تانيه لسه صغيره، لسه عيال صغيره. انت عارف ان عمرو ورده او ايا كان الراجل اللعيب المنتخب الدولي اللي بيلعب بره المحترف اللي بيعمل اعلانات اكيد اكيد عليه العين، ولما تبعت مسج او تهزر هزارتين زي اي شاب في العالم، مش بقول ان هو حاجه مريبه، لكن في الكيس بتاعتك انت اللي جبته لنفسك. واتمنى من الجمهور زي ما غلطنا الراجل وزي ما اتكلمنا ان هو ما يصحش يعمل كده وهو في معسكر ومفروض يبقى مركز، اتمنى الناس ما تقتلوش في الماتش. في الاخر هو لعيب منتخب مصر، وفي الاخر اللي عمله انستغرام اتقفل وقفل الموضوع بسبب الهجوم اللي نزل عليه. يا ريت يا جماعه ما نقتلوش، يعني كلنا بنغلط وكلنا بيحصل لنا مشاكل، ما تقتلوش اللعيبه دي، خلاص اللي حصل حصل، وهم اصلا فيهم اللي مكفيهم من الكسفه ومن السوشيال ميديا ومن القرف ده كله، ولازم يركزوا شويه. طبعا الجهاز الفني قفل السوشيال ميديا عنده وابتدى يتكلم وحصل بعض من الكلام مع اجيري ولم الموضوع، ويا رب يكمل على خير. ده طلب رجاء يعني كلنا بنقع في مواقف ساعات ما حدش يضرب يعني. فخلينا نقف جنبه، لان انا عارف اول ما عمرو ورده يضيع كوره يعمل باصه غلط الناس هتبقى مشحونه، مش في مصلحتنا ولا في مصلحه حد. اخيرا وليس اخيرا، لو اتكلمنا على المدرب خفير اجيري، فتقدر تقول ان اول مباراه مشيت معاه وزي ما قلنا عدى كده، لكن هو لم يوفق بتغييراته او لم يوفق بتغيير شكل اللعب في الشوط الثاني او التيم توك اللي حصل في الهاف، اللي انت بتحاول تحسن من فريقك مش تقتله زي ما حصل. خفير اجيري مدرب كويس اكيد، وهنشوف اكيد هيتعلم من غلطاته ان شاء الله الماتش اللي جاي، لكن ده ما يبررش خالص انك تطلع في الاعلام تقول اللعيبه مرهقه، ده شيء غير مبرر. يعني لما سالوه قال لك اصل اللعيبه مرهقه، لا يا معلم لا يا معلم خالص، ده احنا لسه في اول ماتش، ما تنرفزناش بقى بدري جدا. موضوع بقى ايه اللعيبه اللي جايه لك؟ ده انت لعيبه جايه لك بدري جدا يا باشا، ده هو صلاح بس. واتكلم طبعا ان صلاح مضغوط، وانا يعني زي ما قلنا كده خلينا ننسى المباراه دي وما نتكلمش على حد، هي مباراه وعدت، ضغوطات كانت على الكل والحمد لله جت سليمه. تسألني استفدنا ايه سري من الماتش ده؟ اقول لك ما استفدتش اي حاجه غير الاستقرار والثبات في الثلاث نقط. اهم حاجه في المباراه انك تمشي واحده واحده، لو كنت اتعادلت او خسرت كنا ساعتها نتكلم على بلاوي حصلت لك وازمات بقى وفكره ملعب القاهره، لكن انت مهم جدا الثلاث نقط اللي طلعت بيهم ايا كان طلعت ازاي، غمينا علينا خدنا ثلاث نقط مش عايزين حاجه. انت البطوله اللي قبلها كنت ادائك سيء وفضل سيء على فكره لحد اخر البطوله، بس وصلت الفاينل مع الاستقرار مع كل ماتش بتشوف تعديه ازاي. نيجيريا كسبت 1-0 برضه، فمش مشكله معلش، واحده واحده تبتدي تيجي. نبتدي نتكلم بعد ثالث مباراه لما يكون بقى ثلاث مباريات كده ونشوف الشكل ونبتدي نتكلم صح. هنلعب مين الماتش الجاي؟ هنلاعب الكونغو. ده اختبار عامل ازاي؟ احب ابشرك برغم خساره الكونغو من اوغندا، واللي توقعنا في حلقه التوقعات لو ما شفتهاش هتلاقيها برضه في رزعه افريقيا، ان اوغندا هي اللي هتتاهل مش الكونغو، وقلت لي دي رزعه دي اهو. اوغندا كسبت الكونغو وده يصعب اكتر جدا من المواجهه اللي انت داخل معاهم فيه. الكونغو ما عندهاش خلاص غير فرصة واحدة قدامك، لازم تطلع بتعادل يا اما فوز عشان تطلع حتى احسن توالد. اوغندا ممكن تكسب زيمبابوي اتأهلت، وانت تكسب كونغو اتأهلت، فده هيخلي كونغو شرسة اكتر جدا معاك، هيخليهم مستموتين اكتر على الكرة بكتير. الماتش هيبقى اصعب بكتير جدا من زيمبابوي، وخلي بالك الكام كرة اللي عدوا للشناوي
لو جت للكونغو هيعوروك، ما هم زيمبابوي. اظن تشكيله المنتخب المصري مش هيكون فيه اي تغييرات كتيره، لو ببعيدك شفت تغيير يعني هيكون تغيير واحد. الماتش هيتلعب الساعه 10، وعندي طلب رجاء صغير للجماهير او للناس اللي بتتفرج على البرنامج ورايحه الاستاد. ما ينفعش يا جماعه فكره ان الاستاد هوس هوس، احنا اتكلمنا وقلنا ان الاداء ما هوش مشجع اطلاقا، لكن احنا دورنا كجمهور ان احنا نشجع طول المباراه، مش لما هم يلعبوا حلو نبتدي احنا نطلع لفوق ونشجع، ومش لما هم يلعبوا وحش احنا نبقى وحشين ونقعد. لا، احنا دورنا ان احنا نخليهم هم من صوت الجمهور يتكسفوا ويشتغلوا. لازم نساند واحد واحد، لازم نشتغل عليهم كلهم، لازم نكون وراهم يا جماعه لحد الدقيقه 90. جون يفرق. ورجاء خاص بعد اذنه، يعني يا ريت تلغوا البتاعه دي. بص، تخيل حضرتك قاعد كده طول ما واحد جنبك ما بالك بقى واحد قاعد في قفاك طول البتاع. يعني يوم لما الفوفوزيلا دي دخلت مصر انا كرهت يومي بصراحه، يعني كان اختراع اسود. ما عندنا حاجات جميله وطبل وتكي وتكي وهش وماء، ليه اخترنا الافريقي دي تبقى موجوده هي السين بتاعنا واي واحد ماسكها؟ مش كده يا جدعان؟ يعني مش عندي مشكله في ودني والله، من ساعه الراجل كان قاعد ورايا هريني. يلا واحده كده عشان تعرف انا بتكلم في ايه. سؤال الحلقه بيقول: تتوقع اداء منتخب مصر هيتحسن بعد الضغوطات لما تتشال، ولا انت متشائم وشايف ان الاداء مش هيتحسن؟ اتمنى تكون الحلقه عجبتكم يا رزيعه، واتكلمنا ملخص كده سريع عن الماتش اللي فات واللي شفناه وان الماتش الجاي وايه اللي هيحصل. واستنونا ان شاء الله في فلوجات منتخب مصر اللي جاي، وان شاء الله تبقى في مفاجآت تانية لاخواتنا العربيين. ما تنساش يا رزيع تعمل لايك وشير وتفتح التنبيهات وتستنى الحلقات اللي جايه وتقول لي رايك تحت في الكومنتات. وكفايه رزع قوي لحد كده.